من اخبار التابلويدز ننتقل لقصر الامارات بابو ظبي لنقابل الفنانه الاماراتيه الموهوبه رويدا المحروقي ونحكي معها شوي عن الموسيقى الفاشن ومشاريعها. Let's meet the star. بدايات رويدا المحروقي كانت من حوالي 10 سنوات، ويلي يمكن ما بنعرفه عن رويدا انها اشتغلت بالتلفزيون وبمجال الاخراج. انا من صغري كنت اعزف، ارسم، اعزف بيانو، وظليت اتعلم العزف لين ما دخلت الجامعه. لما دخلت الجامعه درست اخراج تلفزيون ومسرح، فبشكل عام الموضوع كله يعني ان كان اعلام او وسط فني محاوطني بشكل او باخر. المشكله انك هتندم، انك هترجع لي تاني، ومش هسامحك. ما كنت حاطه في بالي راح اغني حتى لو كنت ادرس سولفيج او بيانو. اتذكر وانا صغيره حضرت فيروز، كانت مسويه كونسرت، كانت مسويه حفله، ويمكن من يومها حبيت المسرح. قلتلك يا ستي علي صوتك، صوتك بعيد. هي سبب كبير نخلتني أحب الميوزيك أو الأغاني، صوتها، غناها، أغانيها، يعني أقدر أقول هي الوحيدة يمكن اللي أنا فعلا متأثرة بشغلها. في رصيد رويدا عدة هيتس أبرزها اللي مثلك، اللي مثلك لو تولع، اللي مثلي وش عليك، وطبعا الأغنية اللي انشهرت فيها بكل أنحاء العالم العربي حطيتك في بالي. بالي كان في أول ألبوم، أول ألبوم لي اللي هو ألبوم آخر حب، وأول كليب. فالحمد لله كثير حلو الواحد من أول مرة أو أول تجربة لا يحس إنه في نجاح والناس يحبونه، وفي نفس الوقت يصعب الموضوع لأن تصير في كل مرحلة لازم تنافس نفسك. الموضوع مش إنك تنافس حد بقدر ما أنت لازم تنافس نفسك. عندي أغنية سوت جو، شو اللي رح يجي نكست؟ يعني شو اللي ممكن أسويه نكست مختلف وحلو ويلفت النظر؟ عن ألبومها الأخير يلي نزل بال 2011 بتقول: ألبوم 2011 كنت ناوي كله خليجي، فجأة دخلت أغنية مصرية، وكانت عندي الأغنية الشبه جزائرية، فجأة تصير معك أشياء وأنت تشتغل. ألبوم مو ماخذ الشكل الفاينل لأن ستيل راح أصور من ألبوم 2011، صرت عارفة الأغاني اللي سوى جو في ألبومي. في أشياء راح تكون مشابهة تتكرر، في أشياء راح تكون أكيد لازم تختلف لأن في أفكار ما تقدر تكررها، بس أكيد مو قبل الصيف يعني، لأن نحن شهر 7 داخلين رمضان، so anything راح يصير راح يكون بعد إن شاء الله. طيب يعني ناوي تبعد عني وتروح، ما تسأل يعني وتقول ما بيفرقك، جرب بس يلا اللي نحن نقول. مجرد أنك تكون فاهم المسرح يساعدك بحركتك على المسرح، او يمكن حتى ثقه انك انت متعود على هالمكان او هذا السيت. التي في شو او الفيديو كليب لازم يكون سمثينج ملفت كثير، كافكار لازم تكون جدا مختلفه وملفته. يلا سوا نوقف، احس اني ما اقدر اتنفس لو ما غنيت او على الاقل لو ما سمعت ميوزك. الاخراج بعد نوع من انواع الباشن بس مختلف، في فيل ورك اكثر، يعني في مكان انا مدلعه اكثر، في مكان مضطر ادلع غيري اكثر. رويدا سعيده جدا للشعبيه الكبيره ولانتشار الاغنيه الخليجيه مش بس بالامارات ولكن بكل الوطن العربي. بالاخر نحن فنانين اماراتيين او خليجيين، اوكي مجموعه منا معروفين برا الخليج ومجموعه لا، بس يصير انه في فنانين عرب لهم جمهور، لهم فانز، لهم معجبينهم، فلما هم يغنوا اغنيه خليجيه هم ينشرون، بعد ينشرون هالاغنيه بشكل بطابعهم او بستايلهم، بس تل هو انتشار بعد لنا. بالإضافة للمهرجانات العديدة يلي عم بتصير بأبو ظبي، المهرجانات هاي مهمة، مهمة لحركة السياحة عنا، مهمة لحركة الاقتصاد عنا، مهمة إعلاميا. نواف صديق بالآخر أو زميل كان، ومبسوطة أنا إنه وصل لهالمرحلة يستاهل، وكل الشباب والبنات اللي يجتهدون ويحاولون إنهم يقدمون الجديد طبعا نفتخر فيهم. أبو ظبي العاصمة،
يعني العاصمة يعني. أبو ظبي لها طابعها، لها تحس في هدوء، في نوع من الاستقرار العالي عندنا. طبعا كل حد من أبو ظبي لازم يفتخر انه من أبو ظبي، ولازم يفتخر يعني نحن نفتخر الحمد لله اني من أبو ظبي ومن الامارات. طبعا حكينا كمان مع رويدة عن الستايل والفاشن. البس بيسكلي بشكل عام الشيء اللي يعجبني، في الوان احبها في الوان ما احبها كثير، بس هذا ما يعني انه لو في شيء يناسبني اني ما اجرب، حسب مزاجي. كثير مزاجي كثير ياثر فيني يعني انه شو راح اكون لابسه، اميل للسمبلسيتي شوي اكثر، بس سم تايمز غصبا عنك تضطر نلبس الاشياء الجاونز، حتى ما احب الشغل وايد بالجاونز كاشياء تلمع عنها، اللي يناسبني بالاخر اكثر شيء واللي اكون مريحه فيه مرتاحه فيه. والشوبينج رح يكون كمان على جدول أعمالها خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن. الحين نحن أي مكان نروح نسوي شوبينج، حتى لو ما كان بلد شوبينج. وبنهاية مقابلتنا حبت تخصص للفانز بكلمة أخيرة. أقول لكل المشاهدين الله يوفقكم، thank you very much. اللي يحبوني واللي يتابعوني أشكركم، واللي يشجعوني وايد أشكركم. اللي ما يحبني وايد أو ما يعرف لشغلي اسمعوا شغلي، وإن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله شغلي الجاي يعجبكم بعد. and تسلمون، وأنا اليوم موجودة هني بسببكم. شكرا. معكم رويدة المحلوقي، تابعوني على سينما زيكا على قناة أبو ظبي الأولى.